اجعلنا في خدمة الزوار الحسن. اللهم سجلنا في خدمة الزوار الحسن من خدمة الزوار أبي عبد الحسن. اللهم سجلنا عندك يا أرحم الراحمين. اللهم هذه الخدمة البسيطة لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، اللهم تقبلها منا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا على ولايتهم ومحبتهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا وللمؤمنين ولجميع شيعة أمير ولا سيما زوار الحسين عليه السلام. اللهم اكشرنا مع محمد وآله. اللهم احفظ زوار الحسين بمشاء. اللهم وارجعكم إلى أهاليهم سالمين.